بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد. النهاردة حبيت اشارككم معايا لاني حسيت ان انتم قريبين قوي مني، فحبيت اقول لكم ان انا كنت بدور على منتج هو مصنوع من فاكهة بنحبها كلنا، وده الموسم بتاعه. هو اول مرة بصراحة اجيبه، لكن سمعت عنه اخيرا لقيته. تعالوا نشوف ايه هو المنتج ده وهنجربه وهنشوف شكله وطعمه مع بعض، ولو عجبني ان شاء الله اعمل لكم فيديو على طريقة تنفيذه. خليكم معي. منتجنا النهاردة هو مخلل المانجو. وده منتجنا النهاردة، هنشوفه مكوناته. أول حاجة ده فلفل، طبعا المانجا مخللة فهنلاقيها بتدوب. دي قطع المانجا، هنطلع خليط التخليل اللي هو تقريبا بيتكون من المستردة والخل، وفي تقريبا كركم كمان. الريحة طالعة جميلة جميلة جدا مشهية. طلع كمان حتة المانجا الكبيرة الحلوة دي. دلوقتي هندوق المانجا. شوف طعمها، مخلل المانجا، مخلل المانجا. هنشوف طعمها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لذيذة. مانجا مخللة فعلا، حادقة و سبايسي، سبايسي جدا، وطعم المانجا باين. لا حلوة، لذيذة لذيذة. ان شاء الله هشوف الطريقة واعمل لكم مخلل المانجا ده في البيت ان شاء الله. خليكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله عن قريب. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.